الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ما حدش يعني بدأ تصيب عيبة هم إذا كان عايز يحل المسألة بلاد وبتاع لما شاءت نتعامل الدين هتقع فيه قدرة حقيقية على رد مصر وردها ومحافظتها بشكل أفضل كتير من الوقت. الرحمن الرحيم. حضراتكم النهاردة زي ما حضراتكم شايفين احنا النهاردة في مؤتمر جماهيري حاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، وهذا المؤتمر مقام على أرض مدينة دسوق. الهدف من هذا المؤتمر اللي جمع آلاف من كافة أنحاء المحافظة هو حشد المواطنين إلى صناديق الانتخابات يوم 10 و11 و12. عايزين نوجه رسالة لمصر كلها وللعالم كله ان احنا واقفين خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزي محافظة كفر الشيخ ما طلعت في الاستحقاقات اللي قبل كده كانت من اولى المحافظات على مستوى الجمهورية، احنا ان شاء الله مصممين وبتنظيماتنا وتشكيلاتنا ورجالتنا في كافة انحاء المحافظة طلعين وهنقف ونقول نعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية. بنوجه ان شاء الله باولاد دسوق واولاد كفر الشيخ الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقول له يا ريس سير على بركه الله يا ريس، سير على بركه الله يا ريس، اللي انت شايفه صح في الدوله احنا وراك والله العظيم، وسيبك من كل الناس اللي هي الحاقده، الناس اللي ما بتحبش المصلحه للبلد، بنقول لك يا ريس ما تسمعش كلام اي حد واحنا وراك والله العظيم، اللي هيحاسبك يا ريس هو ربنا. ما فيش حد هيحاسبك يا ريس ان شاء الله على بركه الله يا ريس. اهل كفر الشيخ وباسم رابطه مشجعي دسوق وباسم اهل دسوق واهل كفر الشيخ نقول لك سير يا ريس. الحشود كبيره جدا جدا في مؤتمر كفر الشيخ، حشود من اكبر المؤتمرات اللي انا حضرتها تاييدا لفخامه الرئيس، وده عهدنا بمحافظه كفر الشيخ. محافظه كفر الشيخ من المحافظات الاولى في التصويت في الاستحقاقات الوطنية السابقة، وهي بتضرب المثل النهاردة بالحضور ده، وإن شاء الله هتبقى من أولى المحافظات اللي في حضور الاستحقاق القادم. المحافظة كل الحشود اللي جت هي تأييد للسيد الرئيس، اللي حسوا بإنجازات السيد الرئيس على أرض الواقع سواء في الزراعة من إضافة دلتا الجديدة لسيادة الرئيس بيعملها 2.5 مليون فدان، سواء في الطاقة لثلاث محطات سيمنز من أكبر ثلاث محطات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، منهم محطة في البرول السعودية خاصة بقى كفر الشيخ، في الثروة السمكية وعندهم مزارع غليون، في حياة كريمة مركز مطوب السنة. كل الإنجازات اللي على الأرض الواقع دي كان لها مردود كبير في الحشود اللي جت النهاردة لتأييد السيد الرئيس في الفترة القادمة. موقف السيد الرئيس ورؤيته للأحداث الجارية في المنطقة العربية دلوقتي وما كان يحاك من تهجير أهل غزة لسيناء وموقفه العظيم سواء بالنسبة للأمن القومي وأنه خط أحمر، أو سواء بدخول المساعدات لأهل غزة والمساعدات اللي مثلت 70% من قيمة المساعدات كانت لمصر. فالنهاردة كل الحشود ديت جاية تقول له احنا وراك وإن شاء الله يوم الاستحقاق هتكون كفر.